السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على قناة المطبخ العربي والأجنبي. اليوم انا غادي نتم نقطع كل شيء. هذا البوتنجال هذا هكذا بشرائح رقاق، شحال ما قطعناهم رقاق مزيان باش غادي يتلفوا معنا. انا غادي نكمل التقطاع وغادي نشوفوا كيفاش غادي نعدلو. اشنو غنديروا لهذا؟ دابا قطعناه شرائح رقاق باش نقدروا ندوروه ولا نلفوه. غادي ندردرو عليه الملح. هالعملية هذه خصنا فاش نقطعوه بسرعة نديرو له الملحة وندوزوه في بلانشا، نشويوه في بلانشا باش ما يتبدلش الكولور ديالو. نصبو هنا بعض القطرات ديال الزيت غير واحد الشوية. ونحط البوتنجال ديالنا يتشوى. مخصناش نطيبوه بزاف باش مخصناش نشويوه بزاف باش ما يتقطعش معانا باش نجيو باش نبقاو نعدلو دوك اللفات ديال البوتنجال. حتى نشويه كل شيء بحال هذا الشكل هذا هو اللي تشوفوا، غير شويه باش يترخى باش نقدر نلفو. باش غادي نكملوا له شويه وغادي ندوزوا نلفو ونشوفوا كيفاش غادي نلف. تنشوفوا البوتنجال هو راه تيشرب الزيت بزاف. انا غادي نشويه بحال هذا الشكل هذا وغادي نخليه هنا وحده فوق وحده باش يبان السخانه ديالو غادي يرطب. ندير حاجة أخرى، خلاص أشرب بعض الخطرات، اضطرت أشرب شوية ديال الزيت بحال هالشكل هكذا، لأن إلا درنا له الزيت بزاف هو راه تيشرب الزيت بزاف بحال سبونخا، ونزلو بحال هاد الشكل هذا شي فوق من شي، باش بالسخانة اللي فيه يزيد يرطب باش نقدرو نلفو. هنا غادي نبقى نقلي حتى نسالي له شويه من كل شيء وغادي ندوزو نلفوه وغادي نشوفو كيفاش الطريقه كيفاش نلفوه ومن بعد نقليوه. من بعد باش شوينا البوتنجال ولا الدنجال ديالنا، عطيتو بواحد الميكه ديال السلوفان
بلاستيك ديال بلاستيك غذائي باش ديك السخانه باش يزيد يرطب معنا شويه باش فاش نجيو نلفوه ما يتهرش معنا. ناخذ الشريحه ديال البوتنجان نديرو فوقها ديك الرومي نديرو الجبن نلفوه ناخذ واحد العويل ونشدوه به تنخليو هاد الطرف هذا خاوي علاش فاش باش ما يجيش هنا يخلط بزاف. اشنو غنديرو له دابا؟ خصنا نديرو له الدقيق نضربو البيض بسم الله نديرو له كده واحد رشاشة الملح البيض ونقليوهم. اللفات ديالنا ديال البوتنجان حنا راه حنا نفيناه دابا شنو غنديروا له؟ غادي نشدو الدقيق غادي ندوزوه في الدقيق نحيدو منو الدقيق اللي تيكون زايد انا عندي هنا شي حبات واجدات ندوزوه في البيض نقطرو شويه من البيض وديريكتامينتي للقليان علاش نديرو له البيض باش ما يشربش الزيت الزايد باش ما يشربش الزيت بزياده وباش ما يخرجش هذاك الجبن اللي درنا فيه وغادي نبقاو هكذا حتى نساليو القليان ديالنا وغادي نديرو الطبق التقديم وغادي نشوفو كيفاش غادي يطلع معنا غنشوفو كيفاش طلع معنا لفات الباذنجان معمرين بالجبن ولاداند وانتوما تشوفو كيفاش جا من بعد ما قليناه تنقدموه بحال هكذا الرافيون لواحد الشخص الا بغينا نقدمو لواحد الشخص درت معاه هنايا شوية ديال المسترد وشوية ديال الكيتشوب شوية ديال الصلصة حارة مايونيز غادي نفتحو شي وحده نشوفو كيفاش جات معانا بسم الله ونذوقو هانتوما تشوفو كيفاش طلع الجبن حنا تنختارو الجبن اللي بغينا نديرو اللي كان عندنا واجدين درت هذاك اللي كيتباع لانشاش ديال الجبن لونشاش هانتوما تشوفو كيفاش طلع معانا تطلع شي حاجة تطلع شي حاجة زوينة شي حاجة رائعة وتنقطمو بحال هكذا بالصحة والراحة بسم الله نتمنى يعجبكم الطبق اللي قدمنا معكم اليوم وصلحوا لنا لاشي هناكم وتنتمنى إلا عجبكم الفيديو ديروا لنا اللايك وما تنساوش الاشتراك للمزيد من الوصفات إلى اللقاء يا الوصفة القادمة بإذن الله.